بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بجميع طالباتي طالبات الصف الثاني الابتدائي في آخر درس عندنا في مادة التوحيد. الدرس الرابع صغيراتي بعنوان عبادة غير الله شرك. إذا علمنا أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، فما أعظم ما نهى عنه؟ إذا أخذنا في الدرس السابق صغيراتي أعظم ما أمر الله به هو، وقلنا التوحيد. إذا درس اليوم إن شاء الله راح يكون عن أعظم ما نهى الله عنه. أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. طيب ما هو الشرك؟ هو أن يعبد الإنسان مع الله غيره، والدليل قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا صغيراتي درسنا في الدرس السابق أعظم ما أمر الله به وقلنا التوحيد، واليوم درسنا عن أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. طيب ما معنى الشرك؟ يعني أن نعبد مع الله غيره. طيب نحفظ صغيراتي هذه العبارة، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، والشرك هو أن يعبد الإنسان مع الله غيره، وكذلك الدليل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب من الأمثلة صغيراتي على الشرك السجود لغير الله. قد أنت تتعبين وتصلين وتسجدين لكنها تكون لغير الله، هذا هو الشرك. يعني أنت تعبدين الله لكن تعبدين مع الله أحدا ثاني، هذا هو الشرك. إذن السجود لغير الله من أمثلة الشرك. كذلك أيضا دعاء الأموات، دعاء الأموات أيضا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز ومحرم في ديننا الإسلامي. بالتعاون مع مجموعتي نضع ما هو توحيد على الشجرة. ألف السجود لله، باء دعاء غير الله، جيم الركوع لغير الله، دال الركوع لله، ها حب الله. إذن لدينا ثلاث فراغات وعندنا اللي هي خمس عبادات. طيب راح أقوم بوضعها الآن في الفراغ. أول شيء عندنا يقول لك الشيء الذي هو من التوحيد نضعه على الشجرة، السجود لله. هل السجود لله من التوحيد؟ نعم السجود لله. إذن نكتبها هنا، السجود لله. طيب دعاء غير الله يعتبر من التوحيد؟ لا. الركوع لغير الله يعتبر من التوحيد؟ أيضا لا. الركوع لله نعم يعتبر من التوحيد أيضا. كذلك عندنا حب الله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى هذا أيضا يعتبر من التوحيد. أنقلها في كتابك صغيرتي وننتقل إلى الصفحة الثانية. الأسئلة صغيرتي يقول لك ما أعظم ما نهى الله عنه؟ إذا درسنا اليوم تحدث عن أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وهو الشرك، وهو أن تعبدوا مع الله غيره، وهو أن تعبدوا مع الله غيره. الشرك وهو أن تعبدوا مع الله غيره. طيب يقول لك ما هو الشرك؟ الشرك هو أن تعبد مع الله غيره. احنا جبناها اثنتين فوق ولكن لا مشكلة، أن تعبد مع الله غيره. وبهذا صغيراتي يكون انتهى درس اليوم. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.